اهلا وسهلا سعاده البيت. صباح الخير. صباح النور. الهي ربنا يكرمك. الله دولار. اجيب سان ماني. الهي ربنا يكرمك. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. اظن مبلغ بسيط كافي. بعد اذن سعادتك. الاعلان جاهز يا سعاده البيت وهينزل بكره ان شاء الله. الاعلان يلفت النظر يا فندم. هيجيب فلوس دوالي 35,000 جنيه للشقه. يا بلاش يا فندم يا بلاش. 35,000 جنيه للشقه. الو. اهلا سعاده البيت. ايوه سعاده البيت. خد بالك الايام دي كويس. اسمعني مش عاوز معوحه كتير. وضوح يا فايق انت متراقب. متراقب؟ في جهات بتراقبك. والله بقى انت وشطارتك. والشاطر الصحيح هو اللي ما يقعش. ملفتش نظرك حاجة تحت؟ اه بيغسلوا سلم العمارة النهاردة. سلم ايه؟ أمال قصد سعادتك ايه؟ بص كده. شايف؟ قصد سعادتك التاكسي ولا عمود النور؟ ايه يا حامد الغباوة دي؟ مالي أنا ومالي التاكسي ولا عمود النور؟ أنا بقولك على الشحات الواقف ده. واحنا مالنا ومال الشحاتين يا بيه؟ لا هما الشحاتين هيلفتوا نظرنا في ايه بس؟ الولد ده ما بيشحتش. ايه؟ خايب؟ ربنا يرزقه يا سعادة البيه. الجدع ده منظره مش منظر شحات، حتى ونمد ايده، حتى ونحط نضارة سودة على عينيه. طب ما يمكن. ما يمكنش، زي ما بقول لك كده. كلام كتر علينا والقلق اللي عند الناس زاد من ناحيتنا. العربيين اللي خدناهم على عمارات في علم الغيب ومشاريع الاكل اللي بنقول عليها وبنقبض عليها دواهي، والسمعه اللي طالعه علينا اننا بنتاجر في المخدرات. بس ما حدش بالك عننا. ما هو ده قلع. لما المسائل بتكبر بيتبص القضايا اللي زي دي بصه تانيه، ويحاولوا يحطوا حوالين رقبتنا الحبل اللي نشرد نفسنا بيه. عايز جنيه. جنيه ليه؟ مركب 6 زرار في العربيه وعايز جنيه في مشوار زي ده؟ مش من غير البنزين. البنزين غير 20 ساعة. تقوم انت تاخد جنيه؟ قال احنا بنسرق. هات يا اخويا هات، احنا بنشحت. خد ايه؟ جنيه اهو. ماليش دعوه بالشحاتين، كداء الميه. كل زبون ناكف فيا لحد ما يديني الاجره. امال ما بتشطروش على الجزارين ليه؟ قومي يلا يلا بينا. على فين؟ مش انت بتقولي ما تحبيش المطعم ده؟ اه خلاص يلا روح حته تانية. لا انا اول مره اخرج فيها مع راجل. ماني كمان اول مره اخرج فيها مع راجل. يلا. يا ابني اللذينة بقى انت اول مره تخرج فيها مع بنات؟ ايه
أنا أول مرة أخرج فيها يعني في حياتي. معقولة شاب جذاب زيك أنت؟ كذاب؟ كذاب إزاي بقى؟ أهو جذاب. بقول لك أنا مش كذاب. مش كذاب، جذاب. جذاب يعني بيشد البنات المقطعين اللي زيي. أيوة فم. أه فم. أني فم. فمتي ودمك زي العسل كمان. معقولة بقى ما تكونش مقطع السمكة وديلها؟ سمكة إيه؟ ده أنا غلبان وعلى باب الله. يا عم ما كلنا على باب الله. طب عيني في عينك كده؟ ولا حتى أيام ما كنت في الجامعة؟ جامعة؟ جامعة إيه؟ أدي اللي مستحيلة. ليه بقى؟ لأن أنا ما كنتش في الجامعة من أساس. إيه ما معكش شهادات؟ إزاي بقى؟ معايا شهادة وفاة أمي. لا أنا بتكلم بجد. ما معكش شهادة جامعية؟ لا. أحسن. هما يعني اللي معاهم شهادات عملوا بيها إيه؟ مش كده؟ أنا الحمد لله بكسب أحسن من بتوع الجامعة. على العموم الحمد لله، من حسن حظك بقى إن عقول البنات اتغيرت، لا بقوا يسألوا شهادات ولا غيره. يعني أنت لو اتقدمت لواحدة متعلمة مش هتسألك على شهادة. متعلمة لحد فين يعني؟ يعني لو كانت مثلا معهد سكرتارية. وأنت بتشتغلي بالمعهد ده من إمتى؟ يا مندي أنا بتكلمش على نفسي، أنا بقول مثلا. أيوه أنا بقول يعني مثلا. خلاص مدام مثلا. تقدر تقابل باباها امتى عشان تخطبها مني؟ الا بسرعه كده. ليه لا؟ مش انت عاجبها وهي عاجباك؟ وبعدين هي مش متعوده تخرج مع رجاله من غير خطوبه. على رايك احنا في عصر مترو الانفاك. وعلى فكره باباها راجل طيب قوي قوي. باباك ايه؟ باباها هي بنقول مثلا. ايوه طب ايه رايك مثلا يعني مثلا في يوم الخميس الجاي؟ خلاص اديك العنوان واقول لباباها. اه يا لهيمة طلع مش عارف. والاماكن اللي راحها ما تدلش عليه انه شحات اطلاقا. راح مطعم كويس قوي وقابل بنت حلوه زي القمر وقعد معاها في كاسينو. يعني البيت طلع ظابط نجاحي. والله يا بيه مفيش شحات في الدنيا يعمل اللي عمله اخينا ده. عشان تعرفوا اني مش نايم، انا متاكد وعندي معلومات مؤكده انهم بيراقبونا. والحل؟ عايزين يهدوها على دماغنا. أنا فاضل لي تكة صغيرة وألعب لعبتي الكبيرة. صباح الخير ولا مساء الخير يا ستي؟ ما تدقيش علشان بس اعرف ارد عليك. اقول لك خليها ظهر الخير. ظهر الخير؟ ده انت بنت نكتك. تعجبني عريس. الله عريس؟ اه ما هو ده ملابس اللي على الحبل ومتشيك، يبقى انت العريس اللي مستنيه بابا. مستنيه بابا؟ حق بابا مستنيني؟ اه ونظفنا البيت واشترينا دستة جاتو وهو بخرت الشقه بعد الصلاه. بس اوعى تقول ان انا قلت لك. لا ما تخافيش والختنة الشريفة من هاي. تعجبني اتفضل. يا ساتر يا ساتر دستور. انا اسمي نعمان، اسم بلدي قوي مش كده؟ على كل حال انا سميت نفسي نانا، تقدر تقول لي يا نانا. اتفضل. مين يا نانا؟ ده اسمه ايه ده يا بابا؟ حسنين البرتوشي. الحمد لله بنعمات ارحم 50 مره. يا بنت يا شقيه. طب خش اهلا وسهلا. اهلا بيك. اتفضل يا ابني. ده مهما فيه. اه اهلا وسهلا. انا بنتي عايده كلمتني عنك كتير قوي وقالت لي عليك انك انت ابن حلال. الله يخليك. اتفضل يا ابني. اتفضل. شوف يا ابني مش انا اللي هتجوز، انتوا اللي اخترتم، بس انا بقى عليا النصيحه. اتفضل اتفضل سريح ونعم التفكير. تحب تشرب يا حبيبي؟ كرسي معسل. يا نانا انت قلت تشرب ايه؟ كولني فليكس. حاجه ساعه اي حاجه. حاجه ساعه يا نانا. انا يا ابني احب اخد عندك فكره اوضح. انت بتشتغل موظف؟ موظف ايه يا عم؟ شايفني بقول لله؟ لا والله ظريف ودمك خفيف. ده صحيح. عايده كانت قالت لي انك انت بتشتغل مستثمر. بس يعني مستثمر في ايه يعني؟ مستثمر عند ربنا.
القرش ب 10 امثاله، يعني اللي يدفع قرش يتقيد له ب 10. عظيم. ده بعد كام سنه؟ بعد ما يموت. بعد ما يموت؟ يا مؤاخذة انا مش فاهم حاجه. استثمار يا عمي، يعني اشي بره واشي جوه وشغل اخر حلاوه. يعني شغله كويسه وبتكسب. بتكسب؟ اهي بترزق اخر الليل. بالك الزبون النظيف بيقدر برضه. خلاص يا عيد، انا كل اللي يهمني انكم تكونوا سعداء مع بعض. تعيش تعيش يا عمي. تاخد سيجاره سوبر بفلتر مستورده؟ يا ابني السجاير مضره بالصحه وبالمال. مضره بمال مين يا عم؟ ده انا مش عارف اودي الفلوس فين. امسك امسك سيجاره. يلا خلي الخواجات تسترزق، يمكن يكونوا بيجروا على ايتام. امسك. طيب يا سيدي اشكرك. انت مش قلت انها مضره للصحه؟ لا لا لا. لا والله دمك خفيف. الحاجه الساقعه يا ولاد. احنا هنقعد نقول طول النهار حاجه ساقعه وحاجه سخنه؟ ما انت عارف كل حاجه بالمفتشه. خليها شربات بقى. حاضر يا سيدي، نخليها شربات. الشربات يا نانا. الله، انت ما صدقت. ما تسخطيشني بال مدلوقين عليه. ألف مبروك يا بنتي يا حبيبتي. بس برضه ما تسخطيش. الظاهر يا ابني إن أنا هحبك، لأنك هتشرفني وهترفع راسي، لأني من زمان نفسي يبقى لي ولد افتخر بيه قدام الناس. مالك يا علاجة؟ مش في الفورمة يعني؟ وبعدين ده الدنيا حلاوة والقباية كتر والشغل بقى هنا. شغل؟ شغل ايه يا خليل؟ لو انت فاكرنا بني ادمين. امال احنا حلالين؟ طبعا بني ادمين. ده اللي تغلبه ولعبه هنا. الدنيا دلوقتي اتغيرت، والجدع هو اللي يطلع القرش من جيب الناس، ومن احنا مش حرامية يبقى احنا اجدع ناس. اجدع ناس؟ تجدع ناس منين يا خليل؟ طب احنا نقدر نتجوز ونبقى بني ادمين؟ طبعا يا جدع. نتجوز اي واحده، اي واحده بتاعت غرزه بتبيع حمص الشام، بتبيع دوره، بتلم سبارس، تتمناك. سبارس ايه وغرز ايه يا خليل؟ انا عايز ابقى محترم، عايز الناس تفتخر بي. محترم؟ محترم ده ايه؟ وعدت تكون مصدق الشياكه اللي انت فيها دي. ده ديكور، ديكور احنا اللي عاملينه. انت من بره هلا هلا ومن جوه يعلم الله. انت شحات شحات، ولازم تعيش على انك شحات. شفت يا خليل؟ اديك لفيت لفيت وقلت شحات. الواحد حاجة محترم منين بقى؟ انت محترم بقرشك. معاك قرش تساوي قرش. واوعى في يوم تبص لفوق. يلا يا حمد عشان ننزل. Yeah.
اتأخرت ليه؟ أبدا يا دوبك. يا سلام، ولا هتعمل لي فيها بأس السيد وأنا الجارية بتاعتك إن شاء الله. العفو عيب. عفو مين؟ جواري جواري وأنا يهمني. أنا جريتك يا سيد. أنا دلوقتي مقتنع تمام الاقتناع، ومش هقعد أتفرج لغاية ما أروح في داهية. أنا عايزه على انفراد. شوف بقى يا حسنين، مش عايزين نرهق نفسنا من الأول بالعفش والمصاريف والحاجات اللي زي كده، ها؟ إحنا نجيب أوضة ولا أوضتين على الحاجات المهمة قوي، زي مثلا التلاجة، التلفزيون. ولا أقولكش على حتة فكرة، تيجي نوفر ده كله من الأول ونروح نقعد عند بابا وماما في شقتهم؟ أهو أنت يا عم دلوقتي بقيت فرخة بكشك عند بابا، بيحبك زي ابنه بالظبط. آه، مش عاوزين فشخرة من أولها، كمان عارفاك تموت في الأنزاحة. وحياة أبوك يا أخويا كمان تنسى المطعم اللي كنت بتاكل فيه ده، نوفر الجرشنات، العروسة للعريس والجري للمتاعيس. أنت دلوقتي مستثمر وتاجر، والتاجر يحب السيولة معاه، صح الكلام؟ عايدة. يا عيون عايدة. أنت طيبة قوي، وأبوك وأمك ناس طيبين قوي، وفي الحقيقة أنا ما أسهلكوش. يا واد أنت متواضع. أنا بتكلم جد. يعني إيه؟ يعني بصراحة كده أنا عايز أدكم بومبة. بومبة إيه يا ابني؟ يعني أخلع، عايز أخلع. تخلع؟ يعني إيه مش عايز تتجوز؟ أيوه. أيوه؟ أيوه إزاي؟ يعني كنت بتلعب بينا بقى ولا إيه؟ ولا كنت عايز تمشي معايا حلواني كده، ولما لقيت المسألة جد عايز تفك؟ أنت فهماني غلط، بس بس إيه؟ غلط إيه وصح إيه؟ ما هي باينة إيه خلاص. أنا ما أسهلكيش. أنا أصلي جربوع، ورحمة أم أنا ابن كلب جربوع، ما أسهلكيش. بس مالوش لزوم الكلام الفارغ بتاعك ده، أنت خلاص انكشفت على حقيقتك، أنت يا إما راجل ملعب يا إما راجل مجنون. لا دي ولاد، أنا جربوع. جربوع؟ عايدة. عايدة، أنت خليت فيها عوايد، أنت خليتها خل خالص. عايدة. عايدة. وأني لازم كنت أخلص ضميري. الناس دول ناس طيبين، وحرام أذيتهم. يا ماني شحات، مفيش اوطى من كده. من ساعة ما خرجت من اللوكان ده شحات افندي. شحات افندي؟ انت حكومي، انا ما عملتش حاجة. انت حكومة، مش عايزين نلف وندور على بعض، احنا عارفين كل حاجة. عرفتوا ايه؟ انا حسبت مرتبك من دلوقتي لغاية ما تطلع على المعاش، لقيته 22,000 جنيه، ده بدون خصومات.
ايه رايك في 100,000 جنيه؟ مئة ألف جنيه؟ ليه بقى؟ هسرق لك صينية ولا هقتل لك قتيل؟ ما تلفش وتدور عليا يا حضرة الظابط. ظابط؟ احنا ناس مفتحين وفي السوق ونفهمها وهي طايرة. يا عم انت فاهمني غلط. انت اللي فاهمني غلط. انا كل اللي بطلبه منك تقرير صغير قد كده اهو، لا من شاف ولا من دري. تقرير لمين؟ للإدارة بتاعتك. تقول فيه اتضح من مراقبتي الفايق عايش انه انسان شريف وانه بيتاجر في السيارات والبيض وشقق التمليك بشرف وامانه. اما موضوع المخدرات والنصب والاحتيال ده فده ملوش اي اساس من الصحه. وانت فعلا ما شفتش حاجه. تقرير ايه واداره ايه وبوليس مين وفايق مين؟ فايق اللي قاعد قدامك ده وبتراقبه اكتر من 3 اشهر. اصحى معايا وفوق، دي فرصه العمر ما تجيش غير مره واحده. انت شاب وداخل على جواز، والجواز عايز عفش وتلاجه وموكيت. الانطلاق خبرة 50 عاما تقدمها نيسان ديزل من محمد موتورز. اقوى المحركات، حمولات متعددة، اكبر مخزون لقطع الغيار، واحدث ورش للصيانة تحت اشراف خبراء يابانيين. نيسان ديزل تقدمها شركة محمد موتورز. الجماعة دول محرجين عليهم انهم يرمشوا، بس انا هعرف اخليه ينطق. عجبا، فواكه طبيعية محتضنة بسراب من البقاليل المنعشة. تمتع بسر شوبس. بل التنظيم. الله 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 الله. ايه ده؟ ماله الجميل مكرم كده ليه؟ ايه مالك؟ ماليش. الله، انت كنت مع خطيبك؟ خطيبي؟ اه. ايه ده؟ خطيبي قال عايز اسمع سيرة خطيبي ده خالص. ما بقاش في خطيبي. طيب طيب بلاش بلاش بلاش. عملت ايه؟ سعادتك عندك حق في كل اللي قلته. انت اذكى واحد شفته في حياتي. ألف جنيه مش لعبة، وكان لازم نتأكد. ولو اني كنت متأكد، لكن برضو كده احسن. يلا بينا. دولار اتيت سام ماني. الهي ربنا يكرمكم. اركب يا حضرة الظابط. الله، ايه يا جدع انت؟ انت هتخن ليه؟ اسيبك بالليلة لقيك الصبح قدامي. انا راجل اعمال، لازم اطرق على الحديد وهو سخن. الحديد ايه وسخن ايه؟ سيبني يا جدع انت استرزق. اركب مش هتندم. انا مشواري يتكلف غالي. اركب. اركب اركب ما اشوف اخرتها ايه. الله، ايه الحكايه؟ وايه اللي لم ده على ده؟ وده مين وليه وفين؟ ورايه ايه؟ الله. الـ
المبلغ اهو 150,000 جنيه بالتمام والكمال. والمقابل، المقابل تند التقرير ده. انا مجهز لك كل حاجه، اتفضل اقرا. كمان مش تبطل بقى الحركات دي. حركات ايه؟ احنا دلوقتي بنلعب على المكشوف. كمان عاملني مش عارف تقرا. فاستيه. إنما أنت يعني الظاهر عليك بتشتغل في المخدرات على واسع. أنت مالك بقى؟ طب أنا لما أقدم التقرير ده للإدارة بتاعتي تفتكر يعني الشبهات هتروح منك؟ أهو على الأقل هتسكتهم عني شهور ولا سنة. وأنا مش عايز أكتر من كده. أنا الكلام كتر عليا. وأنا عايز أريح الحكومة. لا كتر خيرك. على الأقل ياخدوا بالهم من الفلان. بيقول لك مرة واحد رفاق لعب في حبه رسم على صدره قطة. حلوة. مش قلت لك دمك خفيف؟ أيوه أنا عارف. اتفضل اقعد. امضي. امضي فين؟ هنا اهو. طب ما ابصم احسن. عليكوا حركات يا بتوع البوليس. دي امضه دي؟ ده نبش فراخ. ايه نبش فراخ دي؟ انت بتتريق على امضه الحكومه؟ لا 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 ما اقصدش يعني. على فين؟ همشي. ودي تيجي. قال لك انت رجعت في كلامك ولا ايه؟ افرض انك انت خدت المبلغ وما وديتش التقرير. خلاص احلف لك. لا 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 لا, لا تحلف لي ولا احلف لك. ما هو مش معقول كمان تيجي معايا. لا في حل تاني. ايه هو؟ اقول لك. تسجل لي هنا اعتراف تقول فيه انا الضابط فلان الفلاني. أقر وأعترف إن خدت من فايق بيه عايش مبلغ 150,000 جنيه رشوة. طب وليه كده؟ أضمن حقي. إنما ما تخافش أنا مش حظهره اللي إذا خنتني. ما بلاش. ده شرط الأساسي. أمر لله. أنا حسنين البرتوشي أهدي تحياتي إلى 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 أقاربي في خربتها بحيرة. إيه؟ وإلى أمي وإلى إخواتي. إيه اللي أنت بتقوله ده؟ أنا الضابط حسنين البرتوشي أقر وأعترف إنني أخذت من فايق بيه عايش مبلغ وقدره 150,000 جنيه رشوة. وهذه اعتراف مني بذلك. على فين؟ همشي. والتقرير؟ تودي التقرير دلوقتي حالا. السلام عليكم.
الله. مديرية الأمن وحياتي. ممكن اشيل الشنطه دي عندك خمس دقايق وحياة ابوك. ايه فيها فلله. تشكر يا اخوي. انسي اللي فات، انا كنت بعمل ده لمصلحتك. احنا بعد الجواز هنسافر اي بلد، الاسماعيليه، السويس، بورسعيد، وهفتح محل اجهزه كهربائيه ونعيش نعيش عايد. انا مش فاهمه حاجه. مش مهم تفهمي، المهم تعرفي ان انا لما قلت لك ان انا مش بتاع جواز كنت بحبك، ولما بقول لك دلوقتي نتجوز برضه عشان بحبك. ايه ده بقى، ده خشبه حبشي؟ انت خشبه عمري. انا خشبه؟ بلاش، ما تزعليش، انت عصايه، انت زعزوعه عمري. انا زع هو كده اضحك يا شيخ، منعول ابو الدنيا لابو المغفلين. ولا اقول لك بلاش نشتم المغفلين احسن، دول اصحاب فضل علينا. ده حسنين يا بابا. اتفضل. حسنين؟ انتوا مش هنكتب بالكتاب ونعمل الفرح امتى يا عم؟ لا بقى انا مش فاهم حاجه. مش مهم تفهم، نعمل الفرح وبعدين ابقى افهم. عن اذنكم دلوقتي هخلص شويه متعلقات واجي لكم على طول. انت مش هتاكل معانا؟ يلا هناكل، يلا هناكل يا عيني. وظبط واحد مصطول على النص يا بيقزقز بومب. واحد مصطول روح بيتهم بالليل قوي، بعد يخبط على الباب ربع ساعه طخ طخ، مراته تقول له مين؟ هو من بره. شريفه بس عاوزه توضيح. توضيح بعدين. السلام عليكم. وعليكم. متجمعين عند النبي، ولو ان اللي زيكم ما يتجمعوش الا في جهنم. الله 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 الله، ايه الدخل دي؟ انا جاي اقول لكم اشوف وشكم بخير، قصدي يعني ده هيلا تورينا وشوشكم بعد كده. ما تقف عوج وتتكلم عادي. لا لا، انت تخرس خالص، تخرس خالص يا غبي. انا جاي اقول لكم انا ماشي، مش هشتغل معاكم تاني. تاني هترجع تقول الكلام ده؟ المرة دي طب نصوحة هموش، وحسكم عينكم اشوف حد فيكم في اي حته، ونفسي دلوقتي حد يبربش لي بس بعينيه. ده انت طايح قوي 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 يا غبي، واي كلب فيكم هيتعرض لي هقطع خبره. الواد ده لازم يترن عليه. انت ما تقدرش يا هموش الكلب. لا هقدر. ما تقدرش. خلاص يا معنانا، خلاص. عايز يمشي ما تغصبش عليه. تعجبني يا غبي. ايوه بقى، التيه هي اللي قفلت معايا. سلام عليكم، ولو ان اللي زيكم ما يستاهلوش السلام، عشان انتوا كلاب. انا كلب؟ يا خساره، النموذج اللي انا عملته باظ. نفسي اقابل حد فيكم ولو صدفه هقطع خبره كالكوداء الميه لما تتجقر تحت منكم. ايه يا جدعان؟ هنسيبه كده يمشي؟ اجري ورايا يا عزيز، اطهر ما تخلوش عيب عن عينك، جري! امرك يا معلمة. الواد ده اكيد لقاله سي 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 ولو قفلنا عليه سي 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 سته التانيه هيرجع لنا زي الكلب ورجليه فوق رقبته. ايه هي السكه التانيه بقى؟ انا هقول لكم عليها. الواد ده مش هسي سي سي سيبه، وانا اللي هقطره. يكون في حلمكم. الواد ده اذا ما رجعش
لازم نخلص عليه، لازم نقتله. نقتله؟ طبعا، لأن لو ما عملناش كده الكل هيقلده بعد ما علمناهم. ويمشوا ونشحت احنا. فعلا لازم نحافظ على مملكة الشحاتين. أي مملكة لازم تحارب وتقتل في سبيل بقائها. أو أنا في سبيل بقائها. يا مسقف أنت على النعمة، أنت خسارة فينا يا جدع. يكون في علمك يا أستاذ جمعة، لازم تحط منها واحد تاني، لأن المكان ده سوق. صاحبنا الاولاني ضروري يا ريت بعد كل اللي دفعناه يبعت واحد تاني يراقبنا. عارف وصاينك. انا اللي ضحكت انت عليه، احنا اللي ربينا وكبرنا وصرفنا وانت جاي هتجهز عليك. تقطفها. تقطف ايه؟ انا مش فاهم حاجه. عايز تقطف احلى ظهر عندنا في حياتنا يا بيه، اغلى راجل عندنا عايش في الهفوه يا بيه. يا تتكلم بوضوح يا اتفضل اطلع بره. بره مين؟ بره مين يا بيه؟ بره مين يا بيه؟ سيبه يا حامد. سيبه يا حامد. سيبه يا حامد. ايه يا بيه؟ يا بيه انت خدت الشحات بتاعنا مننا ليه يا بيه؟ يعني ما لقيتش الا هو. شحات مين يا جدع انت؟ حساسه سنين يا بيه اللي كان بيقف دايما قدام اللوكاندا. الشحات الشيك ولا مؤاخذه؟ انا مش فاهم انت بتتكلم على ايه؟ يا بيه بلاش نلف وندور على بعض وشغل حوريني يا طيطه. انا شايف كل حاجه بنفسي. يا بيه الراجل اللي ربناه واتكناه وعلمناه وخليناه احلى شحات عندنا، تيجي انت تاخده مننا سفلاء. انت عايز تقول ان الراجل اللي كان واقف تحت ده بيشتغل شحات عندكم؟ ايوه يا بيه. طب واللي واقف دلوقتي ده ايه؟ زهورات سكرتة موقفينه بدل حساسه سنين. بس حساسه سنين استاذ يا استاذ. وانتوا بتشغلوه بصفاتكم ايه؟ احكي له يا اخي، احكي له يا حامد. انا هقول لك كل حاجه سعاده البيت. انا عايز فرح يا عمي عمر الحته دي ما شافته. وايه لازمتها بس المصاريف دي يا ابني؟ لازمتها ايه المصاريف؟ دي ليله واحده من عمري يا عم. ايوه النبي يا ابني عندك حق. مش كده؟ دي ليلة واحدة في العمر. ليلة واحدة في العمر ايه يا ماما؟ فلوس هتصرف ملهاش أي لزوم. يا بنتي يا بنتي لازم نعمل فرح يليق بمقام اسم الله عليه. واسم الله عليه مش هكسفك. أيوة يا ابني، فرح يليق بمركزك. حلوة مركزك دي. يا نهار أزرق، لو كانت عرفت مركزي الحقيقي. الحمد لله ربنا ستر. انا خايف يا سعاده البيه لاكون مساله الشحاتين دي مقلب مدبره البوليس. ما افتكرش. على كل حال احنا هنشتري مش هنبيع، كل حاجه هتبان. بس لو كان ده حقيقي يبقى الواد ده اداني مقلب ما خدتوش في حياتي. ما هو مش معقول يكون كل ده اونطه. اه اهلا يا سعاده البيت. اهلا اهلا
اهلا يا حسن. اهلا يا حسن. اتفضل يا بيه. اتفضل بيتك ومطرحك. اتفضل انت الاول. اهلا وسهلا. حامد انا هنا يا سعاده البيه. هنا مين؟ هنا مين؟ هنا خش برضه. لا انا استنى هنا. اهلا يا بيه. اهلا وسهلا. بتعمل ايه هنا يا فندم انت؟ انا مستني ساعات البيت. بمين وبتاع مين؟ احنا ما عندناش هنا بهوات. انا عندي بيت جوه عندكم. اخينا ده اداني مقلب جامد وضحك عليا. يا بنت ضحك عليك. احنا ادانا خابور، يعني احنا الاثنين اصحاب مصلحه واحده. على كل حال يا بيه احنا ناويين نخلص عليه. وفرحه بكره. وبيقولوا عامل فرح انتكا فرح ما حصلش في مصر لسه. بفلوسي. بفلوسك؟ وشاط منك كتير يا بيه. 150,000 جنيه. 150,000 جنيه؟ بفلوسي مش كده؟ عمل لي ضابط بوليس يا حرامي. العيب يا بيه كده ما صح. اخرس. لا لا عيب. عيب يا بيه ما تقولش عليه حرامي. مش كده؟ اه. ده راجل شحات محترم. بس يا خليل. بس يا اخوي ليه يا الاموره ما تعرفش انك انت شحات؟ هي مهنه الشحاته وحشه ولا ايه؟ انت زي ما قلت لهاش انك انت متشوه. بس يا خليل انتوا عايزين ايه بالظبط؟ عايزين ال 150,000 جنيه بالتمام والكمال. ده بقى غير حسابنا احنا. احنا طيب بكره نتفاهم. مفيش بكره، دلوقتي حالا. طب واذا ما جبتهمش؟ رقبتك هتطير والفرح هيتهد. بتتفضلوا تستريحوا يا بهوات. لا لا معلش احنا اصلنا صحاب قوي. الله الله مش تعرفني باصحابك يا ابني. هتعرفهم بينا معنانا. دول اصحابي قوي. اصحابي قوي يا عمي. دول استيراد وتصدير معايا. تصدير. شحاته معلبه. نعم شحاته معلبه. حوش اسال حوش يا عمي بيندهولك هناك. طب بعد اذنكم. جاي هو. قلت ايه؟ مش عايزين نضيع وقت. اشارة واحدة وكله ينتهي. هقول لك في الصباحية. مين دول يا حسنين؟ في الصباحية هقول لك. أنا Thank you.
قوي قوي قوي، ما يهمناش اي حاجه يعني مهما. مين دول يا حسنين؟ في الصباحية هبقولك. مش تفهمني بس انت بتتبع. انا مش قايم تاني بقى. احسن. انا هفضل قاعد.